سريعا طبعا، يعني يمكن حظنا حلو ان احنا بنشوف كابتن ربيع وكابتن شريف عبد المنعم ونجومنا الكبار. المباراه سريعا، كيف ترى المباراه واستعداد النادي الاهلي الاخير، التركيز الكبير اللي احنا شايفينه في عيون اللاعبين. كابتن شريف بخبرتك الكبيره شايف المباراه ازاي، وشايف جمهور النادي الاهلي اللي هيزين ان شاء الله استاد الاهلي بالسلام؟ مش هنقول استاد السلام بعد كده يا كابتن شريف. لا ان شاء الله، الف مبروك الاول على كل الحاجات الجميله اللي حصلت امبارح بالنسبه للنادي، الملعب والرعايه، وبنبارك للنادي الاهلي وبنبارك للرعاه كمان نفسهم. حاجة جميلة جدا، وكل ده اللي بيحصل هو اللي يليق بالنادي الأهلي الحقيقة وباسمه في كل مكان. وإن شاء الله عقبال ما نشوف طبعا الملعب الكبير بتاع النادي الأهلي، وبنشكر كل الناس اللي هي طبعا يعني سمحت لنا بهذه الفرصة الجميلة جدا إنها تحقق للجماهير كل مطالبها، وللعيبة كمان وللجهاز الفني بشكل ملعب أفضل، بشكل أرضية كويسة. ففي مجهود كبير قوي الحقيقة من كل المسؤولين ومن كل مجلس الإدارة والتخطيط، والحقيقة كل الناس اللي في مصر بتحب النادي الأهلي وبيحبوا أي نادي الحقيقة، خاصة النوادي الكبيرة اللي ليها شعبية، إن هم يقدروا يساعدوهم. يبقى هو ده الشكل اللي مصر لازم تبقى موجودة عليه دايما. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بعد مباراة بني سويف الحقيقة، والسيستم والشكل والتدوير اللي مستر فايلر بيدور عليه وبيعد اللعيبة كلها وبيخليهم كلهم الحقيقة مستوى أول. ما عندناش دلوقتي بنقول مين قاعد على الدكة، كله في مستويات واحدة. فاحنا بنأمل ان شاء الله في اول 3 نقاط يكون لينا بكره مع فرقه الهلال السوداني، اخواتنا اللي هيجوا ينورونا هنا برضو، احنا بنحبهم جدا وبلدهم الثاني. فكل تمنيات طيبه للعيبه بكره انها تفضل في حاله التواصل الجميله من الاداء الممتع ومن النتائج. الحقيقه ناهينا على اللي حصل معانا في تونس، ده كلام اي فرقه في العالم بيحصل لها ستوب، واحنا كان النادي الاهلي عشان بيخسر انت عارف بيخسر باسباب يعني. فالدنيا كلها شافت وعرفت، انما احنا بنشكر اللعيبه على المجهود الكبير والضغط العصبي اللي كان موجود عليهم. ان شاء الله بيتلاشى بكره بعد اول 3 نقاط، وتبقى هديه اللعيبه ولنا انفسهم الاول ولناديهم الكبير ولجماهيرهم طبعا اللي بكره هتبقى بتؤازر بكل حب داخل الاستاد الجديد باذن الله. بشكرك وبشكر الجماهير كلها، ان شاء الله اللي هتبقى منورانا بكره. حبيبك يا كابتن، شكرا.